السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فائدة مهمة في قصة يوسف في تأويل الرؤيا. سؤال: هل يعقوب فسر رؤية يوسف؟ الذي يقرأ السورة من بدايتها يجد أن في السورة يعقوب لم يفسر رؤيا يوسف. يوسف عليه السلام قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ماذا أجاب الوالد يعقوب عليه السلام؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. الجواب: نعم، يعقوب فسر الرؤيا بأدلة من نفس الصورة ومن واقع الحال. أما الصورة ففي نهاية سورة يوسف، ماذا قال يوسف بعد أن جاء أبوه وأمه وأخوته وسجدوا له؟ قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. إذن يعقوب فسر الرؤيا، لكن القرآن لم يذكر لنا ذلك إلا في النهاية. هذا أمر. والأمر الآخر، عندما قال يعقوب: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، إخوته سمعوا هذا الكلام. هل بمجرد أن يقول لا تقصص رؤياك فالإخوة يتأكدوا أن مجرد هذه الرؤيا هو شر لهم، أو مكان عظيم يناله يوسف ثم هم لا يستطيعوا أن يعني يصلوا إلى هذه المكانة أو ليس من نصيبهم فحسدا فيحسد يوسف على ذلك؟ لا، هم سمعوا التأويل، تأويل يعقوب أبوهم، وكانوا يعرفون أن إيش معنى الشمس والقمر عندما يسجد للإنسان والكواكب، فهم كانوا على دراية بالتأويل وسمعوا أيضا تأويل يعقوب، وهذا أيضا جعلهم أكثر إصرارا من أن يحاولوا قتل يوسف فوضعوه في الجب. فهذه فائدة عظيمة قد يغفل على كثير من الناس من أهل التأويل أيضا، أن يعقوب لم يفسر رؤيا يوسف. لا، بل يعقوب فسر رؤيا يوسف، وهذا الذي جعل إخوته يحسدونه. كل هذا الحسد نهاية المطاف عرف، وعليه يعقوب كان يعرف أن يوسف غير ميت أو لم يأكله الذئب، والدليل أنه دائما كان ينتظر: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ماذا كان يعلم يعقوب من الله؟ يعلم أن يوسف حي، وسيأتي يوم يرجع يوسف ويعود. هذا ما أردنا أن نبينه. بارك الله فيك.